عفارم عليك يا ابو سريع، احسن حاجه عملتها في حياتك. يا ساتر، الواد ده كان كابس على مراوح قلبي، تقولش كابوس. قلبك لوحدك؟ ده صاحبك ما كانش بينام الليل منه، مش عارف على ايه يعني. يا ساتر على ده، واد كان سائل وغتت ورخم ورامي بلاه، وعرف يصطاد منين. اهو غار وغارت ريحته. بس كده مش هيبقى عندك مشكل في عدد العيانين يا سبعاوي؟ ولا تعتر للحكايه دي اي هم، ده اهاليهم ما صدقوا خلصوا منهم ورموهم عندنا هنا، ولا حد بيسال فيهم. بلك انت، في واحد من الاكابر اللي هبروا هبره كبيره قوي الايام اللي فاتت دي، كان عارض 50 باكو للي خلصوا من مراته ويرميها له هنا. صدقت كلام يا عم؟ المفروض بقى تجيب لي الحلاوه. حلاوه يا ابو سريع؟ انت فايق ورايق انت راخر. الله، حلاوه ما خلصتك من الواد الاذى ده. يا عمنا حلاوتك عندي انا، حدي لك برشامه تعمل معاك شغل جامد قوي. الله، طب خليهم شريط بقى لحسن انا نفوخي هيطرقع. يا ساتر، ده يلا ترجعه يا شيخ. بس كان حقك، كسرت لنا رجله. فاتتني دي فعلا يا عم، لكن ما فاتتنيش انا يا جعر منك. له يلا بينا. يلا بينا على فين؟ هنتغدى هنا. بس انا معيش فلوس. مالكش دعوه انا معايا. طب تفتكري شكلي مناسب؟ هو انت هتتغدى ولا هتتصور؟ يلا. الو، ايوه يا انكل. ايه؟ الو، ايه يا انكل؟ مش سامعه. الو، ايوه انا فين يا حبيبتي؟ عملتها تاني زي عادتها، دلوقتي تيجي تقول لي السكه اتقطعت يا انكل وما كنتش عارف اتصل بيك تاني. بس خير ان شاء الله خير. الو الو، ايوه نيفين، قولي لي فين الكرسي؟ اصل اقول هو مجدي قاعد فوق الكرسي دلوقتي. عظيم عظيم جدا، وانتوا فين دلوقتي؟ لا الظاهر الخط قطع. الو الو، يلا. طيب يلا يا رب برجع الكرسي سليم. حد برضه يحط الأسلحة جوه الكرسي اللي قاعد عليه مجدي؟ أنا مش فاهم، الواد ده من ساعة ما جه وأنا ما شفتش يوم خير أبداً. استنى بس يا باشا لما الكرسي يجي، أنا حاطط البضاعة في مكان أمين، محدش يشك فيه أبداً ولا البوليس. بس خير. ليه يا وش الفار؟ لأن البضاعة لو اتمسكت تبقى مش بتاعتنا، بتاعة مجدي ده، ومجدي ده لا ليه ملة ولا ماركة ولا حد يعرفه. إيه ده؟ ايه ده يا فهم افندي؟ ان ربنا يرجعه بالسلامة يا رب. مش عرفك ان الراجل ده هيطلب النمرة، مش جايز يطلع زي اللي سبقوه؟ ايه الكلام ده يا سي كامل؟ ده راجل مستوظف محترم قد الدنيا. مستوظف فين؟ في اني مصلحة؟ في اني وزارة؟ ما قاليش. طب وايه اللي جابه هنا؟ اللي جابنا هو اللي جابه. ده اكيد بيضحك عليك. طب وهيضحك عليا ليه بس؟ ولو كان زينا هيخرج ازاي؟ كنا خرجنا احنا. والله عندك حق يا سي كامل، هيخرج ازاي وهو زينا؟ قول لي، هم الموظفين لهم عنبر مخصوص هنا؟ طبعا. امال يا سي كامل، ما هو كل موظف لما يكون متغاظ من رئيسه وشايل منه هوب دب طقطق يرقعه علقه. نتيجتها ايه؟ علقه دي فيها 5 ايام جزا ويمكن يتفصل فيها. يفصلوه وتتشرد ولاده يا ولده، يعمل فيها مجنون. يجيبوه على هنا طول النهار يبلبط في العنبر، وبالليل يروح يبات في بيتهم. والمرتب ماشي، والحكومه تدفع له الاقامه، والتمرجيه هي اللي تستفيد. هتستفيد من ايه يا سيد سناره؟ كل ليله يبات في بيتهم لها تمن يا حبيبي، تمن. والله فكرة مسعد. ايه رأيك لو احنا نتقابل مع الجدع اللي اسمه سبعاوي ده، يبيتنا ليلة واحدة في بيتنا ويبقى يقابلني لو رجعنا تاني؟ لا لا، ما هو مش كل العنابر مسموح لها بالبيات، عنبر المشاغبين بس. سي كامل، شوف لك واسطة تتنقل بيها هناك. يا سيدي مش مهم نقل، انت ذبح حتى. يا اخوانا خلينا في اللي احنا فيه، عايزين نلحق الراجل المحترم ده قبل ما يروح. طب ومستني ايه؟
قوم اديله نمره عبيد البقاء يلا بسرعه. لا اصل بس يعني في حكايه كده. حكايه ايه؟ الله ما تقول له يا سي موسى. ايوه اصل الراجل المستوصف المحترم ده عايز ورقه بخمسة جنيه صحيحه. نعم بقى مكالمة التليفون في كل حتة تمنها 50 قرش، ده عاوز 5 جنيه صحيحة. هيعمل ايه؟ ما هو مسكين يا سي كامل، بيصرف على اولاده وبيصرف على التمرجية. سوق سودا بقى يا سي كامل. سوق سودا القيامة بينها قامت بعد اللي حصل فيني. النفر ما عادش يستغرب ايوتها حاجة. على رأيك يا مسعد، على رأيك. المهم دلوقتي فكروا هنجيب الخمسة جنيه دي منين؟ من الأمانات. أمانات؟ والأمانات دي تطلع إيه؟ ما أنا كان معايا مبلغ كده خدوه مني في الأمانات لما جيني. يا مسعد فاكر إنك هتلاقيه؟ ما خلاص زمان حبايبنا الحلوين شفطوه وبلعوه في كرشهم. استعرض فيهم ربنا بقى يا مسعد. لا حرام عليه، دول تمن الشركة في عقد العجلة. عجلة؟ وفلوس؟ كام؟ ما يا راجل انت تروح تشارك حاجة موسى اللي حيلتك وتحط فلوسها في مستشفى المجانين. طب وانا اعمل ايه؟ مش هو الكافور اللي جابني هنا؟ وايه اللي ركبك الكافوري من اصله؟ وايه اللي جابك من بلدك سنه وعلى مصر؟ ما انت كنت في الارياف جميل باشا، صاحب ارض وصاحب مواشي، جاي مصر تعمل ايه؟ تسرح بصندوق ورنيش ولا بورقة لوترية؟ ليه ما قعدتش في أرضك تزرعها؟ إيه اللي خلاك تسيب أرضك وتيجي هنا؟ كنت زمانك وكلتنا وكلت منها الشهد. على رأيك خلاص مصر حبكت قوي؟ يعني هي المصيادة ناقصة فران؟ مرتي مسعدة فضلت تزن على وداني زي الدبور. انزل مصر، انزل مصر، مناش حد في سنهوي، لازم تروح الخليج لحد ما نفوخ هيطق من زنيه. وعشان تخلص من زنيه تبيع الجاموسه اللي حيلتك؟ امال يعني كنت اعمل ايه؟ ارقعها علقه تخليها تبطل زن طول العمر. ايه خوار الرجاله دي؟ شفت يا عم الرجاله؟ الله العظيم اخر زمن. رجاله حكمهم في ايد النسوان. اسمع يالا اللي اسمك سلعاو، انت انا راجل وسيد الرجاله، ما تغلطش. يا اخويا يعني غلطنا في البخاري ولا كلامي هيحوق في جتتك؟ لو غلطت تاني هتعمل ايه يا عاد يا جرف انت؟ هرقع بالصوت وايم عليك امة لا اله الا الله. بس احنا في ايه ولا في ايه؟ بدل ما تتخانق فكر هتعمل ايه عشان تجيب فلوسك. اللي هعمل هجيبهم من الامانات طبعا. فلاح يا اخوي، يا ريتها كانت خلفت منك خمسه. بكفاياك مقلاته بقى. هو عنده حق، والله عنده حق. انت هتتمقلت انت راخر يا سكامل. انا لا بتمقلت ولا بتنين. اسمع انا رايي يا مسعد ان انت ما تجيبش ست الفلوس دي خالص لاداره المستشفى ولا حتى للامانات. الامانات بالذات لا. الله ليه؟ بدل ما تسال وتقول ليه طمني في الاول. وانت بتديهم الامانات بلغت عن ان في فلوس؟ ايه كان عبيط بقى. لا برافو عليك كده طمنتني. اهدي بقى يا مسعد احسن حاجه عملتها في حياتك. يعني ايه؟ ما يعنيش. انا عايزك ما تعتلش هم الفلوس دي، سيبها على الله وعليا انا. سيبها عو يا اخويا الواد غلبان. لا يا سكامل، حد الله ما بيني وما بين الفلوس دي، انا هجيبها له. بس اهم حاجه يا مسعد اوعى اي حد في المستشفى يعرف اي حاجه عن الموضوع ده. ماشي بس مش تفطمني. هتعمل ايه؟ لا ما انا لو فطمتك انا هعمل ايه؟ يبقى مش هعرف اعمل اللي انا ناوي اعمله. حط في بطنك بطيخه صيفي والفلوس دي هترجع لك، وسيب الموضوع ده على الله وعليا انا. ماشي؟ وانت هتدور عليه ازاي وسط لمه الجامعه دي كلها؟ يا عمي وسط الجامعه ايه؟ يا عم مالكش دعوه انت، بس ما تشغلش نفسك بالموضوع ده، بس خليك في غير الممنوع وخلاص. ما تخافش ما تخافش. يا الله يا اللي هنا.
قدمت وطل الراه وسألت المستوصف قال لي هيوصل النهارده بالليل يا بكره الصبح بدري. يا ابن الحظ يا ولاد لسه هيوصل بكره؟ طب ما شدتش تليغراف مستعجل ليه؟ مفيش، هو لو كان فيه كنت شديت. خلاص بقى يا ابو سعيد كلها الليله واخوكي مسعود يوصل بالسلامة. دلوقتي بقى تطمني انه هيعمل اللازم. اطمن ازاي؟ والراجل ده كلامه مهوشني. كلام انا يا ست مسعيدة؟ ايوه كلامك انت. يعني لا شايفاك تعبان ولا عرقان ولا باين عليك شدت تليغراف. هو مش شدت تليغراف ده محتاج قوة؟ صباح الخير يا باشا. صباح الخير. ايه ده احنا قربنا على المغرب. معلش جت معانا كده. خلاص اتاخرنا في النوم. احنا كنا عايزين ساعتك في خدمه صغيره يعني. فوتوا علينا بكره، مواعيد العمل الرسميه انتهت عن اذنكم. ايوه باشا بس في اوفر تايم برضو. لغوه من اول السنه الماليه الجديده. لا اعمل معروف، احنا جاي لك من مشوار بعيد قوي. بعيد منين يعني؟ من امريكا؟ الله، مين قال لك؟ بس هو بيفهمها وهي طايره. بقول لك ايه، انتوا هتغنوا وتردوا على بعض، انا مش فاضي مستعجل عايز الحق المدام. ايوه احنا معانا العربيه بتاعتنا، هناخد ساعتك نوصلك. طلباتك؟ عنوان؟ نعم. عنوان تلميذ عندكم هنا في الكليه. اسمه ايه؟ اسمه احمد عرف العجان. حضرتك والده؟ ايوه. لا ايوه ولا لا، والده ولا مش والده؟ يعني زي والده بالظبط، انا عمه سعد العجان. العجان؟ ايوه. في سنه كام؟ هو السنه اللي فاتت كان في تانيه. طب والسنه دي؟ معرفش بقى اذا كان نجح ولا لا. طيب الله يخليك، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك. ايوه ايوه احمد العجان. حرف الالف. حرف الالف، بسم الله عليك. بسم الله عليك. الالف الالف. احمد احمد. أيوة. أيوة. احمد العجان. ايوه اكتب عندك العنوان. ايوه اتفضل يا باشا. كيلوباترا. كيلوباترا. قول له يحيى احنا بنقول على العنوان مش الدخان. ما هو ده العنوان. ايوه ايوه يا باشا. ايوه بس استنى يحيى. استنى يحيى. حاضر. استنى اعمل معروف. حاضر. كيلوباترا. كيلوباترا. شارع طيبه نمره 14. شارع طيبه 14. شكرا. ايه ده رايحين في العربية مش هتوصلوني؟ يا استاذ. يا سبحان الله، باع نص جاموسته ونزل مصر علشان يشتري فيزا للخليج. شوف الخضر عمل فيه ايه. طب ليه يا ابن الناس؟ ما تقعد تزرع عرضك في بلدك وتربي جاموستك وعيالها بدل ما تسافر وتتغرب وتناموا كل 20 في اوضه. والله انا اللي يحكمني لاخد الفلوس دي منه واديله زومبا واخليه يرجع بلدهم يعد الفرنكات. لا يا عم لا، حرام عليك، ده شقى الراجل ده كده تبقى سرقه بحق وحقيقي. بس هو اللي غلطان، حد يهون عليه يدي فلوسه وشقى عمر الواحد عشان يسفره يتغرب ويتهني. على العموم انا هجيب له الفلوس وبيني وبينها حد ربنا، انما لو صمم انه يسافر انا هيبقى ليا معاه كلام تاني. امانات وكمان كاتبين امانات، هو فين الامان اللي هنا يا اولاد 60 في 70؟ بتعمل ايه عندك؟ الحق يا سمعاوي. ايه في ايه؟ الحق، الدكتور بتاعكو شاطف، عقله خد فاره. معقوله؟ ايه مش مصدقني؟ لا. طب تعال طرطق ودانك واسمع. هي مين اللي قاصر؟ لا خالتك انت. قول مين؟ شفت بقى؟ يا نهارك اسود باللون جسمتك كده، هات تجنن الدكتور. طب الحق بقى اطلب له المستشفى بتاعت المجانين عشان يلبسوه قميص ابو كتاف. ابو كتاف كمان؟ اه ابو كتاف، هو الدكتور كبير على ابو كتاف. خالتي خالتي يا صباح الكنافه الشعر. لا ده انت ما يسكتش عليك بقى اكتر من كده، طايح في الاسبيتال يا قلق زي ما تكون تكيت ابوك. طب هفرجك.
قاسم. خير يا عم لسه، جرالك ايه؟ سليمه يا بنتي والحمد لله. يا اخي جرحي انا مقدوره عليه، الضرور بقية على جرحك انت برزقك. محدش بيموت من الجوع يا عم لسه، والرزاق والله، ومهما قدروا مش هيقدروا عليه. طمني انت الاول على جرحك، انت ناس انت عندك السكر؟ ربنا يا بنتي هو الشافي المعالج. عملها كروشه يا عم لسه وابتدى يخبط في اهل الحته كلها. ما انا قلت لك يا قمر يا بنتي، الغل ما بيولدش غير الغل، والعمر ما بيولدش غير الحقد. مهما كسر يا عم لسه ومهما عمر، مش هتنازل عن المحضر اللي عملته ضد هو واللي ما تتسمى مراته، الا لما تتنازل عن المحضر اللي عملته ضد عون. ما تزعلش مني يا عم لسه، كل نقطة دم نزلت منك هيعوضك عنها سي عون، وهيجيب لك بدلها لتر دم فاسد منها. يلا يا بنتي، ربنا هو المنتقم الجبار. هتخرج امتى يا عم لسه؟ دلوقتي ادوني حقنة انسولين وقالوا لي ارتاح شوية. طب الحمد لله. عربي. نعم يا معلمة. حمامة، اجري هات تاكسي بسرعة عشان نوصل بيه عمك لسه. من عناية يا معلمة. لزومه ايه؟ دول خطوتين. ولا خطوة واحدة. مش هخليك تمشيها يا راجل يا طيب، هو انا بس عندي كام عم لسه يا سبعي. اتفضل يا دكتور، حبه ليمونات عشان تروق بيهم اعصابك. هو انا قاعد في اعصاب يا سبعاوي؟ انت ازاي يا سبعاوي تسيب المريض ده بره العنبر؟ ده خطر وعدوان يا سبعاوي. ليه بس يا دكتور؟ ده اطيب عيان عندي في العنبر. اطيب عيان؟ امال لو ما كانش طيب كان مسك لي ايه؟ ساطور؟ لا سمح الله، ده لو عمل كده ولا كده اقلع له عينين الاتنين. تقلع يا سدعاوي؟ تقلع ايه؟ انت في غرزه ولا في مستشفى؟ ده تقصير واهمال يا سدعاوي. انا اتمسك لي ايد مقشه ان ما وريتك. وانا ذنبي ايه بس يا دكتور؟ ذنبك؟ ذنبك انك خليتني قطعت الخلف من قبل ما اخش دنيا. الغلط مردود برضه يا دكتور، اتفضل. شوية الليموناتو بقى وهدي أعصابك بقى على الآخر. مش شارب حاجة إلا إذا اديته حقنة سبارين. إيه ده؟ أنت بتشرب ولا بتكوي؟ عدم المؤاخذة يا دكتور، أصل شرقت. اتفضل اجري اديله حقنة سبارين. فاهم؟ ركنتي هنا ليه؟ انزل وانت تعرف. مش نازل قبل ما اعرف. خلاص ما تزعلش قوي، لازم نجبس لك رجلك دي. هي سليمه ايه؟ ما فيهاش حاجه. ما انا عارفه انها سليمه يا ناصر، بس انا مش عايزه حد يعرف اللي انا عارفاه. فزوره دي بقى ولا ايه؟ ولا فزوره ولا حاجه، بس لو انكل ونيازي خدوا خبر ان رجلك سليمه وما فيهاش حاجه، يبقى احنا اديناهم المبرر انهم يطردوك من الفيلا. انا بعد اللي سمعته مش هرجع الفيلا دي تاني. مش لما تبقى رجلك سليمه الاول يا فالح. قصدك ايه؟ قصدي ان احنا نطلع دلوقتي نجبس لك رجلك زي بتوع السيمة، يعني جبس كده وكده. كل ده عشان نرجع بيتكم؟ ايوه. اسف، كرامتي ما تسمحليش. كلامك يبقى مظبوط ومية مية، ومحدش يقدر يناقشك فيه لو انت سليم وذاكرتك معاك، وكمان لو الفيلا دي بتاعت رؤوف، انما الفيلا دي بتاعتي انا. كل ده مش مهم، بس صدقيني مش هقدر. انا مش بسألك، انت لازم ترجع معايا الفيلا وتحاول مرة واثنين وثلاثة لغاية ما تعرف انت مين. ارجوكي بزيادة عطف وشفقة. عطف وشفقة؟ انت ليه بتستخدم الجمل دي؟ اولا اللي انا بعمله ده اقل واجب ناحيتك. ليه؟ لان انا السبب في كل اللي حصل لك ده، وقبل ما كرامتك توجعك قوي فكر انت هتروح فين وانت فاقد الذاكرة كده. لا انت عارف بيتكو فين ولا بتشتغل ايه ولا فاكر اي حاجة خالص. يبقى تستنى لما رجع لك الذاكرة الاول وتعرف كل الحاجات دي. بلاش احساسك بالذنب، خليكي تعملي حاجات انت مش راضي عنها. يا سلام. ده انت عايز تخلع بقى، الظاهر انك اتسرعت. في ايه؟ في كلامك لما انت قلت لي انك معجب بيا، الظاهر بقى ان في واحده تانية في حياتك. لا والله ابدا. اشمعنى دي يعني اللي فاكرها؟ على ما اتذكر انا ما اعرفش حد غير الرشاش. يا خرابي، حقنه حقنة ايه اللي بتتكلم عليها يا سبعاوي؟ انت اتجننت ولا جرى عقلك حاجة؟ يا معلم عو، انا عبد المأمور، والدكتور بذات نفسه هو اللي امر انه يشوفك وانت بتاخد الحقنة السيارين. يشوفني يعني ايه؟ هيتفرج على سيرك الحلو يا خي؟
ما هو كله من عمايلك برضه يا معلم عاوي. معقول حد يعمل العمايل المهببه اللي انت عملتها مع الدكتور النبطش دي؟ وفي المدير النبطش ذات نفسه، ايه رايك بقى؟ يا عم انا ماليش راي. المهم بقى انك انت تحضر نفسك عشان تاخد الحقنه. بس اسمع يا سبعاوي، انا ما بحبش اشوف الحقنه وهي داخله في دراعي. ليه بقى؟ بخاف واترعش واعرق ويغمى عليا وقلبي يفضل يقول تقطم تقطم تقطم. بسيطه، قوم بدور وشك الناحيه الثانيه من غير مؤاخذه. يا عم لا ثانيه ولا ثالثه، للتوكل على الله. اجري عند الدكتور بتاعك اما نشوف هيعمل ايه. هنا مفيش حد في الشقه خالص. حد؟ اصل وفد الشقه شرك مع ثلاثه من زمايلي. مين هم دول؟ معرفش. ما تعرفش هيرجعوا انت؟ والله انا سالت الجاره اللي جنبهم، قالت لي ان هم بيجوا على وش الفجر، هم بيذاكروا مع اصحابهم، بيشتغلوا وبيلقطوا رزقهم. اشتغلوا؟ احمد الشهل ليه؟ ده انا عامل له شهادات تجيب له 300 جنيه كل شهر. كان لازم يذاكر ما اشتغلش. وانت بتكلمني انا مال انا يا عم؟ معلش يا اسطى انا بفضفض على نفسي. طب دلوقتي هنتكل على الله على فين؟ ها؟ هنروح فين؟ عند المغربي؟ لا 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 لا، هناكل لهم الاول وبعدين نتكل على الله. ونعم بالله، اتفضل. ايه ده انت هتعمل ايه؟ هلبس البتاع ده بعدين. بعدين واحنا مروحين؟ يلا. الله، ولا احنا رايحين فين دلوقتي؟ مش في عزومه غدا؟ صحيح نسيت، سوري. طب يلا بقى انا هموت من الجوع. بقول لك ايه، بلاش حكايه الفلاميدي والنبي، لاحسن التوبه تيجي في المعتوبه ونحرق المحل. لا ما تخافش، المره دي هنتغدى في مكان فيه تحصينات ضد الحريق. خلاص يا دكتور، جبته لك لحد الطاقه عشان ياخد الحقنه من هنا. طب يلا يا سبعه. يلا مستني ايه؟ ما من غير مؤاخذه لازم حد يمسك الخرطوم ده معايا علشان العرق يبان. وما قلتش لحد من زمايلك التمرجيه يجي يمسك معاك ليه يا سبعاوي؟ مفيش حد منهم فاضي يا دكتور. هات. يلا دراعي وجعني. اي 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 بغير من الزند. لا ما تشدش الخرطوم كده، هتخنق هتخنق. تعالى يا سبعاوي. حاضر. ما تجيش يا سبعاوي. يلا يا سبعاوي العرق يبان. حاضر. هوب هوب. ما تتهزش ما تتهزش. اي 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 صفت كده، صفت صفت يا اخي ما تخافش. احسن عشان يحرم. خليك تاني دراعك كده عشان ما يستجراش يعمل كده تاني. قاصر قاصر خالتي قاصر. ده دكتور بتعمل كده ليه من غير مؤاخذه؟ انا اللي بعمل يا سبعاوي، ده المتخلف ده هو اللي بيعمل. وهو يقدر يعمل اي حاجة بعد الحقنة اللي خدها دي؟ يعني انا بدي بس سبعاوي؟ لا لا، عفو العفو دكتور. طب تعالى وانا اوريك. يلا روح الدربة في اي حتة. ما تخليني جنبك يمكن تلصق بحقنة تانية. الله، انت ما بتشبعش حقن. يلا هتودينا في داهية. شفت يا دكتور متلقح ازاي؟ حقنتين سبارين يهدوا جيش قطط بحاله، مش هتتعو. قوم قوم فز معايا. قوم ايه يا سبعاوي؟ مش قادر تشيل؟ ده اصله تقيل قوي يا دكتور. طب روح انت لحد من زمالك التمرجيه يشيل معاك. يلا. حاضر. يا صباح الدكاترة الشعر. عرفت يا عمدة هتروح لولد ابو يوسف وتعمل ايه هناك؟ فهمت يا ريدي، لكن انا كان ليا رأي. رأي انا جاي عشان اسمع رأيك. ومن ميتك انا لقرار. نفذ اللي هقول لك عليه بالحرف الواحد وبس. غير فهمني يا هريدي، قصدك ايه من الملعوب ده؟ هيكون غرضي ايه غير اننا نفلت برقبينه
من الملعوب اللي حطنا فيه المجنون ولد المجنون ولد اخوي. عرفت يا هريدي ان كان لازم تسمع شورتي وتجيب لي واحد يطخ عيارين ويخلصنا منه؟ وانا خلصان من دم ابوه علشان اشيل دمه وكمان. وبعدين لو جراله حاجه من اللي هياخد بطاره؟ مش انا اللي عايزنا بمعايره البلد بحالها. يلا عمده روحوا تعالى وانا مستنيك في المكان ياه، ولازم تجيني بعقد نافع. ابا يا هريدي بكش انت نسيت ولد ابو يوسف ده عيقلب الموضوع في دماغاتهم مره واثنين وثلاثه لن يعرفوا مصلحتهم فين. لا ما هو لما عقل لهم بطريقتك المزوجه ان ده في مصلحتهم هيوافقوا، وخصوصا انهم بيرتاحوا لك. يلا مال يا عمده ما تضيعش وقت. نحاول يا هريدي نحاول. يو متلقح شلوه يلا. ها نرميه في الثلاجه؟ يا ريت عشان ياخد الفيزا بتاعته بقى ونخلص منه. انت بتحلم، ده زي القطط بسبعه ارواح يا جدع. ما هو مرمي زي فرده الشراب المبلوله اهو. ده واخد حقنتين سبارين يدوخوا فرقه بحالها. يلا بقى شلوه على ما اجيب لكم حاجه تروقوا بيها الجنجونه. يلا. وده هنشيله ازاي ده؟ انا بقول كل واحد ايد ورجل. لا يلا نجرجره من رجليه. نجرجره ايه يا ابو سريع؟ حرام عليك يا اخي يا جدع، يعني صعبان عليك قوي حلمت عليه عيشته. يلا جرجر جرجر جرجر. يلا يلا ما موتش، ما خدتش الفيزا. ايه يا ابو سريع عايز تموتني ليه يا ابني؟ هتورث فيا؟ انا ولا انا ولا انا ولا انا. انتوا كده عسل على طول بترددوا نفس الكلام. ايه يا ابني انت هو ما تنطى منك له. احنا انتوا ايه؟ ملناش دعوه. امال مين اللي له دعوه؟ سبعاوي هو اللي عايز يجرجرني من رجليا ويرميني في الثلاجه؟ في صبيان بيجرجروا معلمهم يا تلح منك له. انا ما كنتش عايز اطوع حتى اساله. حتى انا سمعتك يا شوقي تقولت حرام وصعبت عليك، بس برضه كنت واقف زي خيال المات يا شوقي. انا عايز اعرف حاجه واحده بس، حقنه سبرين واحده بتهد العيال وتجيبوا الارض، انت واخد حقنتين بزيهم ما اثروش فيك؟ عشان انا العو. علشان انا العو يا خرع، مش اي حد. تعاوعوا تناونوا انا العو. اسمعوا، مش عايز لا كلمه ولا حرف يطلع بالحكايه دي، وخصوصا للسبعاوي والراجل الدكتور بتاع الطراوه ده. الدكتور شاكر. مفهوم ولا مفهوم ولا ايه؟ نسيتوا النشيد؟ مفهوم يا ايه؟ مفهوم يا معلم. برافو، ناجح ومنقول للصف الثاني. اتفضلوا اتطرقوا وروني تدريجة قفاكم. مساء الخير. مساء النور يا فندم، تحت امرك. الامر لله، انا بس عايز مسدس. صوت؟ لا صوره. معلش العافيه تحكم. طبعا رصاص نار. تحت امرك يا فندم، بس حضرتك يعني من غير السقاله معاك رخصه؟ لا انا مقدم على الورق ان شاء الله للرخصه وهستلمها قريب. انا اسف يا فندم، مش هقدر ابيع لحضرتك حاجه. ليه يا فندم؟ ممنوع بيع الاسلحه بدون ترخيص. ايوه بس انا بقول لساعتك، يعني انا مقدم على الاجراءات وانت عارف بقى يوم الحكومه بسنه. وانت عارف عقوبه اللي يبيع سلاح بدون ترخيص ايه؟ ايوه يا عمي، وانا جاي ازيك، انا جاي ارفعك. حضرتك بتشتغل ايه بالظبط؟ لا ما تخافش، انا لا في البوليس ولا في المباحث، والا هم كانوا صرفوني مسدس. برضه حضرتك ما جاوبتش على سؤالي. انا بشتغل صراف في بنك، وطبعا حضرتك عارف شغلة الصراف لازم اشيل مبالغ كبيره وعمله، والطريق اللي انا بمشي فيه خطرا قوي، اصل بشتغل في بنك في الارياف. بس عايز اقول لك حاجه، في ناس شكرت لي فيكم وفي بضاعتكم. حقيقي كان نفسي اخدمك، بس حضرتك عارف اللوائح والقوانين واحنا ما نقدرش نكسرها. هو فين بس اللي هيقول اللي احنا كسرنا اللوائح والقوانين؟ مفيش،
طب ما انا اقدر دلوقتي اطلع اصطلقات لواحد معاه رخصة سلاح واديله قرشين ويجي يشتري منك وهتبيع له غصب عنك، هتبيع له وهتبيع له، مش كده؟ مظبوط. طب ما نوفر على بعض الوسيط، ويا بخت من فاد واستفاد، ولا ايه؟ بس يا عمي اعقلها وتوكل من غير بسبسه. بس مش هقدر اديك لا فاتوره ولا ورقه مبيع. يا عم انا لا اشتريت منك حاجه ولا شفتك ولا اعرفك كده. طب اتفضل معايا. لا لسه واكل ما اقدرش. وانا عازمك على اكل. امال بتقول لي اتفضل على المخزن تنقي حاجتك ونخلص البيعه كده الكلام. ولا قلتم واحترف وداله في اي مكان، ولا تنسوا الشارع ولا حارة ولا حتى تخطوا ميدان. حسب ولا قلتم واحترف وداله في اي مكان، ولا تنسوا الشارع ولا حارة ولا حتى تخطوا ميدان. حاسب ما تقابلك شلة جوه دماغك.